حسناً ماكس، هل يمكننا رفع الأوزان؟ سنجرب. هذا لا شيء، هذا سهل جدا. هل نتوقف؟ من فضلك. رأيت؟ يمكن ممارسة التمارين قبل العشاء. هل تعبت؟ عيناي تحرقان من رائحتك. هذه رائحتك محقة. عمل رائع ماكس، أعتقد أن أمر زيفور سوف ينجح. فهمت، لأننا نتمرن. سأضربك بالأثقال، فهمتي؟ سأضربك بالأثقال. بالحديث عن الأثقال، ماذا تفعل هنا ماكس؟ أعتقدت أن لديك عرض. في السادسة. أنا لست خبيرة بالوقت، لكن أظن أنها السادسة الآن. لا أعتقد ذلك، السادسة والنصف. هذا مستحيل. فيبي، كيف حدث هذا؟ ولكن أنا لست مساعدتك. ولن تكوني أبدا. أنا ذاهب الآن. خذ حماما، رائحتك كريهة. لا، التالي بعدها. يا أولاد، تعالوا قبل أن يشل إبهامي. بيلي، هذه فرصتنا كي نقدم لهم عرض بيلي ونورا الكوميدي. الآن؟ لو أخبرتني حضرت نفسي. لن تفعل. هذا صحيح. فليبدأ العرض الآن. هيا نورا، لننزل إلى الأسفل. هيا. لما تستخدم الدرج؟ فالمصعد أسرع بكثير منه. بينغ. أبي، هذه تحفة كوميدية. وجدت عقدة شعري، لكن السهم أين اختفى؟ وجدته. الأولاد مضحكون جدا. أعرفهم، هم ورثوها عني. طق طق. هذا عرضنا أيها الرجل. هاي نورا، أسمعت عن ذلك السلطعون الأناني؟ نعم سمعت، كان حقا سلطعونا أنانيا. أناني. مرحبا هيدن فيل، هل تحبون الضحك؟ من لا يحبه؟ أنا لا أحبه، ولكن إن كنتم أنتم تحبونه فتعالوا إلى ليلة السبت الكوميدية. لما قد نفعل ذلك ولدينا الكوميديا في منزلنا الخاص؟ يحصل المشارك على شطائر برجر مجانية لطاولته. هيا ستشاركون، أخرجي مريول البرجر. نؤدي عرضنا في المطعم؟ لا يمكننا. تأخرت؟ وضعت المريول. لن نضغط عليهم، إذ يبدو أنهم يخافون من المسرح. ليس لدينا خوف، صحيح بيلي؟ بالطبع أنت محقة نورة، أنا بالتأكيد لست خائفا أن أبدو سخيفا كأبي بهذا المريول. ما هو الغريب إن كان رجل مثلي يحمي ملابسه كما ترون؟ أداؤنا رائع، لكن نحتاج إلى التدريب. ولكن ماذا لو ضحك الجميع على عرضنا؟ هذا ما نريده. ونريد شطائر البرجر، لا تنسوا ذلك. أتمنى ألا يفسد الأمر. وضعنا المريولة عزيزي.